مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Always. الفيلم بيبدأ مع شومان وهو ملاكم سابق بيشتغل في عدة وظائف عشان يكسب فلوس، وفي يوم بيشتغل في موقف عربيات وبتجيله واحدة مش بتشوف اسمها جونج، وهو بيتفرج على مسلسل وكانت متعودة تيجي تشوف المسلسل مع اللي كانوا شغالين هنا قبله، وفجأة بتكتشف ان اللي موجود شخص جديد، فبتمشي ولما لقاها واقفة تحت المطرة مستنية تاكسي دعاها تيجي تشوف المسلسل معاه. وبتعدي الأيام وكل يوم جونج بتروح له يشوف المسلسل سوا لغاية ما تعودوا على بعض، وبقى شومن بيستناها كل يوم، وبدأت تشم ريحة مش كويسة وفاهم شومن وفتح الشباك وعرف إن الريحة جاية من جزمته القديمة، وبعدها استغربت لما لقيته اشترى جزمة جديدة. وفي يوم كانت ماشية من عنده بعد ما شاف المسلسل اتكعبلت بسبب العربية وقعت اتعورت وكسرت صندوق أزايز، فجري شومن عليها ودفع فلوس كفاية لصاحب المحل تمن الأزايز اللي اتكسرت وياخد باله من الموقف مكانه لحد ما ياخد جونج للمستشفى. وهم في الطريق راجعين سألته عن اسمه فقال لها مارسيلينو واللي هو اسمه في البطاقة، ولما ما كانتش قادرة تمشي بسبب الإصابة شومن شالها لحد البيت، ولما وصلوا بيتها شكرته على مساعدته وادت له تذكرتين لحفلة عشان ساعدها، لكن شومن بيعتذر لها لأنه ما عندوش صحاب يروح معاهم، فعرضت عليه إنها تروح معاه وفعلا قبل عرضها ورجع لبيته سعيد، وراحوا الحفلة مع بعض، وبعدها راحوا مطعم وكانت جونج متعودة تروحوا مع باباها. وهما بيتكلموا حكت له إنها قبل ما تتصاب بالعمى كانت بتنحت فخار وكان عندها فضول بخصوص حياته وهو طفل وإزاي عاشها. افتكر شومن ذكريات سيئة فرد عليها ببرود وقال لها خليكي في حالك، حس جونج بالإهانة ووصلها لبيتها، وطول الطريق كانوا ساكتين. وعند البيت اعترف لها انه كان ملاكم وعاش حياة سيئة وانه ما قدرش يقول لها عشان كان حاسس بالخجل مش قاصد يتجاهلها او يضايقها، ودخل جونج لبيتها من غير ما ترد على كلامه. وتاني يوم في الشغل بيتم استدعاء جونج لمكتب المدير، اداها هدية وحاول يقرب منها فحست انها مش مرتاحة، شكرته وخرجت بسرعة من المكتب. وفي الليل فضل شومن مستنيها تيجي تشوف المسلسل معاه لكن ما جاتش الليلة دي، وبتيجي مكالمة لشومن من مدربه السابق، اتقابلوا في البار وسألوا كنت فين المدة دي كلها؟ اعترف شومن وهو حاسس بإحباط وحزن انه اتسجن 4 سنين، بعد ما ساب الملاكمة اشتغل مجمع ديون، كان بيضرب الناس عشان ياخد فلوس مديونين بيها لرئيس عصابة وكان هو الزعيم، وفي مرة كان بيضرب واحد واللي بيضربه حرق نفسه ونط من شباك بيته، حاول شومن ينقذه لكن ما قدرش يتماسك كتير بسبب النار، وكل ده لأن معهوش فلوس يدفع. وبعد ما الراجل وقع بيشوف حادثة عربية قدامه، وفي الوقت الحاضر بنشوف شومن بيعالج الراجل اللي حرق نفسه في دار رعاية بمساعدة راهبة، وادت له هدية بناتي وطلبت منه يديها لحبيبته. وعند جونج لما بتروح البيت بتلاقي مديرها مستنيها وعزم نفسه يدخل البيت ويشرب معاها شاي، حاول يقرب منها ويغريها لكن لما رفضت ضربها بعنف، وساعتها وصل شومن في الوقت المناسب عشان ينقذها ورده ضرب أضعاف وحذره ما يقربش منها ولا يرجع هنا تاني. ولما خرج اتضايقت جونج منه عشان ضرب مديرها خايفة تخسر وظيفتها، فعرض انه يرعاها ويهتم بكل احتياجاتها وبكده مش هتحتاج للشغل ده، لكنها بترفض وبتقول ان وجوده معاها بيخليها تبان بائسة وضعيفة اكتر وهي لازم تعتمد على نفسها، فبيسيب لها الهدية وبيمشي. وتاني يوم فضل مستنيها ومشي وراها لحد الشغل من غير ما تعرف، وفي الليل لقاها مستنية عند الموقف وقالت له انها جاية بس عشان تقوله انها استقالت من وظيفتها، وكان شومن مبسوط جدا واتفقوا يخرجوا مع بعض في نهاية الاسبوع. ولما تقابلوا جاب لها كلب هدية عشان يسليها وفرحت بيه جدا واخدها للمكان اللي كان فيه الملجأ اللي عاش فيه، وحست جونج بالراحة لما قربت منه اكتر. ورجع شومن للجيم وطلب من المدرب يقبل يدربه تاني، وبيعدي الوقت وشومن وجونج عايشين حياتهم بسعادة ومستواه في الملاكمة بيتحسن لدرجة ان المدرب سمح له يشارك في مباريات. ولما كانت جونج نفسها تزور اهلها اخدها شومن للمقبرة وقدمته ليهم على انه حبيبها، وهنا بدأت تحكي له قصتها. في يوم اخدت اهلها من دار الرعاية عشان تخرجهم، وهم في العربية شافت راجل بيتحرق وبيقع من مبنى، فقدت تركيزها وهي سيئة والنتيجة كانت حادثة ماتوا فيها أهلها وفقدت نظرها، فأدرك شومن إن دي الحادثة اللي شافها في اليوم اللي الراجل اللي ضربه حرق فيه نفسه،
حس بالخزي من نفسه وصدمته الحقيقة المرة لأفعاله. راح للجيم وهو مهموم وبكى هناك بشدة، ولما راح لبيتها لقى إن الشقة مكركبة وعرف إنها في المستشفى. راح لها وقال له الدكتور إن جونج قدامها شهر تتعالج وإلا بعد كده هتعيش طول عمرها بدون ما تشوف، لكن العلاج هيكون غالي جدا. شومان بيطمنها إنه هياخد باله منها، وراح لواحد من الملاكمين اللي لعب معاهم زمان وطلب منه فلوس. فقدم شومان لرئيسه اللي بيدير نادي ملاكمة غير قانوني، وفعلا اداله الفلوس اللي طلبها وقال له انت هتشتغل معايا بس بشرط انك تلغي هويتك تماما عشان محدش يقدر يوصل لي، ولازم تحرق كل اوراقك القانونية وإلا لانت ولا احبابك هتسلموا مني. ونفذ شومان كلامه وحرق هويته. بعدها راح الجيم وقابل مدربه واداله فلوس وطلب منه يدفعها لعلاج جونج، ولما اتكلم معاها رفضت انه يدفع لها فلوس العلاج عشان حاسة بالمسؤولية ناحية موت اهلها، وبعد محاولات كتير قدر في النهاية انه يخليها توافق. اخدها للمستشفى ووعدها انه مش هيسيبها ابدا لحد ما تتعالج وترجع تشوف تاني. وبعد ما دخلت اوضة العمليات قدامه خرج شومان وراح يجهز للماتش، ونصحوا واحد من الرجالة انه يركز بس على خروجه عايش من الحلبة لان ده مش مكان اللي زيه. لكن اللي ادهش كل الناس ان شومان كسب الماتش، وساعتها الراجل ده كان متضايق وغيران منه وكمان خسر فلوس عشان راهن ضده، فاستناه بعد ما خرج وخبطوا بعربيته وضربوا بالسكينة في ظهره، وكمان اخدوا فلوسه اللي كسبها من الماتش. وفي المستشفى نجحت العملية وقدرت جونج تستعيد بصرها تدريجيا، لكن لما بصت حواليها ملقتش شومان وفضلت مستنية كتير. لكن لما طول حاولت تبلغ عن فقدانه لاسم الشرطة لكن ما قدروش يوصلوا لنتيجة، ولما أصحاب البيت حاولوا يطردوها عشان ما دفعتش الإيجار رفضت تخرج من البيت مستنية شومان يرجع لها. ولما أخيرا وافقت وخرجت استلم الطرد باسم شومان وراحت للعنوان اللي مكتوب على الطرد، وكان دار الرعاية اللي بيروحوا شومان، وقابلت الراجل اللي كان شومان بيساعده بعد ما اتحرق وحكى لها على كل حاجة. ولما عرفت ان هو اللي اتحرق قدامها وشومان انقذه كانت مصدومة تماما. سألت عن شومان لكن ما كانش حد يعرف عنه حاجة، فمشيت من هناك وهي حزينة بتتمنى تشوفه. وبعد سنتين بدأت جونج في صناعة الفخار ورجعت تنحت تاني وتطوعت في المستشفى لمساعدة المرضى. وبنعرف ان بعد الحادثة اتصاب شومان بالشلل واتنقل للمستشفى اللي تطوعت فيها جونج، وتفاجئ لما شافها. اما جونج فما قدرتش تتعرف عليه، عرضت عليه تعمل له مساج عشان عضلاته بتتعب من انعدام الحركة، وبكل صمت وحزن وافق شومان من غير ما يكشف لها عن هويته. وبعد فترة وصل جونج لمحل الفخار بتوصل طلبية وسابت السلحفة بتاعتها هناك لحد ما تخرج كلبها وترجع. وقتها كان خرج شومان من المستشفى وشافها ودخل المحل بعد ما خرجت منه، وعرف ان هي اللي بتصنع الفخار ده فاشترى واحدة وكمان اخد معاه السلحفة وخرج. وهو ماشي كلب جونج جري وراه كان عارفه، فجت له واعتذرت له وتعرفت عليه انه المريض من المستشفى، حاولت تساعده لكنه رفض وبعد بسكات. ولما دخلت المحل اكتشفت ان سلحفتها اختفت، ولما فكرت في تصرفات كلبها الغريبة والمريض اللي جه واشترى من شغلها فهمت جونج وقتها ان هو ده شومان، وطلعت تجري في كل حتة بتدور عليه لكن ما كانش ليه اي اثر. وساعتها افتكرت مكان دار التبني اللي عاش فيه فراحت هناك، وكان شومان موجود بيحرر السلحفة في النهر. قربت منه وشافته لأول مرة وهي عارفة هو مين، حضنته وهما الاتنين بيعيطوا. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.